مدارسهم. صور بخرج لك مستاخلها خط حربا صور لك مستاخل. خلي يدخل خلي يدخل. وش مداخل؟ اصبر اصبر خلي يدخل. هذه صور. حقا الله هذا قاتهم من يشاهده، وهذا الذي كانوا قاعدين فيها، هذه فرشتهم، وهذا اكلهم، وهذه تم استحامها اليوم والحمد لله، هم منصورين بالشباب و وتم استحامها سلسله جبليه من جبال باقم وتم ضرب القمر. هذه هي المتارس حقت الحمدان ان شاء الله، والحمد لله الحمد لله متارس باقم، وان شاء الله احنا منصورين بجهد الله وبجهد الشباب ان شاء الله، وهذه المتارس لهم. هذا شفرة النداء ميليشيات الحوثي، وهذا عقام النداء كله باسم الصماد. هناك تقدم يعني الغاز، هذه شفرات لهم يستخدمونها في الجوالات، وان شاء الله بعدهم حتى ان شاء الله بعدهم حتى تكون مرة. والله شوف هذا ابو عوجة، وهذه صورة صماد، هذه مدارسهم، هذه الصور حقتهم. من يشاهد هذه غرام الحوثي، هذه بندقه، وهذه الجنبي حقه جنبي صيفاني، وهذه الجنبي صيفاني جنبي. هذا هو اسمه مكتوب فيها رقم 5، هذا رقم 5 اسمه ماجد، وهذا الالي حقه، هذا الالي، وهذا الالي الثاني، وهذا الالي لمن يشاهد، هذه الاوالي حقت الحوثه، وهذه الجنبيه الصيفان حقت الحوثه، والحمد لله بعون الله سيطرنا على الموقع فاخذنا الغنائم عنهم، وان شاء الله ان بعدهم لين نوصل اخر نقطه لهم ان شاء الله باذن الله. وهذه هي كما ترون عليكم، هذه هي مدرسه، اقتحام مواقع الحوثه والمدارس، بعون الله مسكنا المدارس هم قنادقهم الذي في وسط مديريه باقم، والحمد لله الان نحن رجال الجيش الوطني في وسط المديريه، ونكلنا باعداء الله ان شاء الله بعدهم.